وخمسين سنة انتصار اكتوبر الاعظم، ورجعنا كل حبة رمل في ارضنا. احد القادة الابطال النهاردة قال لي شوف، لو حد مس حبة رمل، بصوا شوفوا انا بقول لكم ايه، قال لي لو حد مس حبة رمل ويتابعني، اللي بتشوفه ده هو ده اللي احنا، لكن احنا الحمد لله. يبقى احنا بنعمل كل ده ليه؟ محدش يلمس حبة رمل في أرض مصر، لا عدو ولا حبيب. سيادة اللواء شريف جهد قائد الجيش الثالث النهاردة كانت رسالته واضحة للجميع، ما فيهاش هزار، قائد الجيش الثالث بيتكلم كده. تخيل بقى الجيش الثالث لو عمل استعراض تفتيش حرب، تفتكر يعني انت متخيل حضرتك فرقة الرابعة فقط اللي الناس النهاردة الدنيا مقلوبة؟ ايه ده؟ ده بكلمك على فرقة واحدة. طب ما كلمتكش على المنطقة المركزية عندها ايه؟ طب الجنوبية عندها ايه؟ طب الغربية عندها ايه؟ طب الشمالية عندها ايه؟ طب الافرع الرئيسية عندها ايه؟ طب الجيوش الاخرى عندها ايه؟ لما حتى تفتكر الجيش الثالث قرر يبقى انت محتاج ايه حضرتك؟ تعمل ايه استعراض فين؟ في اي مكان؟ ده انا بكلمك على فرقة واحدة، فرقة الرابعة بس. وسيادة الرئيس قالها النهاردة بمنتهى البساطة، والله بمنتهى البساطة والهدوء. ما هو خلي بال حضرتك، انت عارف عندك ايه، وعارف ما تمتلكه ايه، وعارف انت عملت تحديث اللي انا لسه بكلم حضراتكم عليه النهاردة من شوية، انه تحديث الجيش كان لازم اعمل كده، لانه الرئيس هو مدير مخابرات قبل ان يكون رئيس الجمهورية، فالراجل عنده المعلومات ومتابع جيد ويتابع، وعنده المعلومات اول باول، وقارئ جيد لتاريخ، قارئ جيد جدا، وشايف بلدنا والمنطقة والعين علينا ازاي، والمنطقة ما فيهاش هدوء ومش هيبقى فيها هدوء، مش هيبقى فيها هدوء، لان هم مش عايزين يبقى فيها هدوء. وبالتالي كان لازم مبكرا الرئيس يجري ويشتغل على اللي النهاردة العالم كله يشوفه، العالم كله يتكلم معاك، العالم كله يتكلم معاك، العالم كله يتدرب معاك، يعمل معاك تدريبات، وبالتالي العالم كله عارف عندك ايه من امكانيات، العالم كله يعلم. خلي بالكوا الحرب على الارهاب 10 سنين في سيناء، تاني 10 سنين في سيناء، كل بطل من جيشنا العظيم النهارده، كل يعني